خدات لا كارطات ديالنا وشات خلصات فيهم من ورانايا حنايا تحسسنا وعطات اللي بغات واللي ما بغاتش قالت لي مسنسوس يلا سيروا بحالاتكم والله الا خديتوها هوبا داك الشيء اللي كان النعيمه هو دخلات لدارهم وعطات لحبابها وعطات لمالين الديور مالين الديور مخصوصين عندهم الكرا عندهم خدامين عندهم الخير حنا كارين بيوتات وطمع فينا لا جلالة الملك كنطلب منك يتحد هاد الشيء راه بزاف 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 كنطلب الحق ديالنا لجلالة الملك محمد السادس حنا علاش طالبين الملك الملك يدخل في راسها الملك ديالنا اللي بغينا يدخل فينا تفرق على اللي بغاو الملك ديالنا اللي بغينا يدير الحل هاد الشيء الا كانوا مالين الانتخابات لا يكون بودريقه ولا يكون بورقيه ما حنا ما داخلينش في الانتخابات حيت الايام ديال الطاهر ظلمات بزاف كل عام تجمع لي كارت مع عباد الله هاد العام ثاني جمعت لي كارت وخدامه مع الحمامه مع تجمع الاحرار هاد السيده هادي جات عندنا كتعطينا لاكارطه ديالكم عطينا لاكارطه ديالنا منين جات تقيد قالت لك اسيدي ما نعطيكمش هما ما ساكنينش هنايا شي 20 يوم باش شدات لاكارطه ملي كانت ما غاتش عطينا تقول لنا ما غنعطيكمش وديك الساعه ندبروا على روسنا ماشي حتى بدات كتفرق وفي الاخر ملي مشينا عندها قالت لا انتم ما غنعطيكمش ما نقيدكمش وعطات داكشي بالوجهيات كان اللي عطاتو ربعه كان اللي عطاتو خمسه انا كنبيع الخبز وعندي عدريه صغيره هاد كورونا ما كان خدامه ما ردامه وكنتسنى فيها في الاخر ما عطاتني والو اللي لاباس عليهم عطاتهم واللي مالين ضيع عطاتهم حنا اللي كارين ما عطاتناش قالت لك سيري بحالك ما عنديش قالت لك انايا ما عندكش لاكارت على هنا ما عندك لاكارت على حي الفالح ما نعطيكش صافي وجيت بحالاتي والاخرين راه عطات شحال من واحد والناس باقي عندها الكارتون وكتعطي للناس وحنا ما عطاتناش عطاتيني مشات عندها قلت لها عطيني لاكارت ديالي شدات لاكارت ذاك العام وما عطاتنيش وشدات هذا العام وما عطاتنيش الفرق بين هذا عندها قلت لها عطيني لاكارت ديالي قالت لك ما نعطيكش لاكارت ديالك سيري قالت لك بلاتي وتخبات عليا كاع ما بغاش تخرج عندي تخبات علينا هذا الشيء اللي كاين الله ينصر جلالة الملك اللي كنطلبوا كنطلبوا لجلالة الملك جلالة الملك الله ينصرو ما كيديرش هذا الشيء كيعطي لكل شيء كلشي الدار وجارتها كنعرفوا التضامن تيتعطى للدار وجارتها ما كنعرفوش حنا فيه وجهيات لاكارت ما لاكارت هذه القضيه ديال لاكارت ما دخلتش ليا لدماغي كنعرف انا التضامن تيتعطى بالدار وجارتها وكيتعطى للمساكين ماشي كيتعطى للعفارس كاين اللي قابض ربعه كاين اللي قابض خمسه كاين اللي قابض سته انا ما قبضت حتى وحده وحده لا ما مشيتش عند القايده سيدي ما مشيناش يلا السلام عليكم لا داكشي ديال المرشحين قالت لي ما نمشي انت غنجيب لكم البوليس قلت لي جيبوها ها التعاونيه ديال القايده تفرق ما عطاوش لها انتخابات انا ما عارفاش انتخابات ولا انا كنسمع لا كارت كتقول لك عطينا لا كارت عطيتها لا كارت الا كان ديال الانتخابات تقول لك انا لا من الاول ملي شديتي لا كارت تقول لي ما غنعطيكش وغنمشي ندبر على راسي ماشي انت جلست 20 يوم عاده جايبه تفرقي التعاونيه وكتقول لي ما عنديش ما غنعطيكش ما مقيداش انت لا كارت ديالك على حي الفالح ما غنعطيكش وقولي لي في الاول وما نعولش عليك ماشي حتى انا كملتي وساليتي وبديت كتفرقعي تقولي لي ما عنديش ما تقولش ما عنديش ديك الساعه اللي ما بغيتيش تعطيني ما تعطينيش قولي في الاول انا كنسكن ها هي الدار ديالي ها هي كتعرفوها لا هي ما عرفتش انا الدار ديالها انا كنسكن هنا هي تسكن في 26 انا انا في هاد الروينه كيف كتعرفوها انتما هي بتهاما جيراننا الله يهديك في 26 حنا 28 تنجي عام الاول صيفطات لي وحده من زقه 27 خدات عندي لاكارت مش حتى تاخذ عندك لاكارت هذه لاكارت هذه تخلص فيهم انا دبرت لك على الناس ها خلصنا عليهم خلص عليهم احنا ضحك علينا حرام حرام من نهار حيد لمقدم السيور من درب ميلا ما عمرنا باقي خدينا حاجه من عند المخزن هادشي راه خصو يعلمو المخزن هادي راه 20 عام ولا اكثر باش نحيد انا عند الكوميسير دابا حسبي الله ونعم الوكيل قلت هذا راه كنا غنعمرو نمشيو للوكيل المالي قدم قال لك ما سوقناش ما سوقناش فيها قال لك ما سوقناش قلت لها غادي دير فتنه ما عرفت ما عرفت السوق من حنا دائرة عمر المقاطعة خدامة مع الجماعة الجماعة خدامة مع المقاطعة حنا تلاحقوا حنا علاش طالبين الملك الملك وصلوا هاد الاوديو الملك يدخل في راسها الملك ديالنا اللي بغينا يدخل فينا تفرق على اللي بغاو الملك ديالنا اللي بغينا يدير الحل هذا الشيء الا كانوا مالين الانتخابات لا يكون بودريقه ولا يكون بورقيه ما حنا ما داخلينش في الانتخابات حيت الايام ديال الطاعون وعاش محمد السادس ياك حنا وجبنا هاد المراه قايده واخده لاكارطه ديالي وديال ولدي ما بغاش تعطيني المعاونه انا عكاريه راجلي ما خدام عرس صير معدو كاع العينين
ما خدام ما رد ما بغاش يعطيني المعاونه ديالي، عطاتها لوحدين اخرين. ملي قلت لها مشيت قلت لها عطيني المعاونه ديالي، قالت لي صيفط لها علي ما عاطياكش، وعيرتني وصيفطتني هي وختها. والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، هو اللي عطاها لينا قلعتها لينا، ما سامحين لا دنيا لا اخره، ما سامحينش ليها. هاد الناس راه شدتنا الكارطات ثلاثه مرات، ما عطاتنا لا تعاونيه لا والو، داك الشيء راه كيتباع. هضره ديال الرجال راه هي هادي. صافي انا عيما، انا الحقيقه راه انا قلتها لهم، انا كنقول لكم داك الشيء راه كيتباع، راه هاد الشيء كيتباع ولا ما كيتباعش؟ كيتباع كيتباع كيتباع. والوجهيات 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 معايا كما عطيتكم حتى انايا. ما كاين مالك كتبيع هذاك الشيء؟ جلاله الملك يدير الحل هذا، هي اللي كتبيع داك الشيء، راه باينه بركه من هذا الشيء، راه عيينه خويا. انا راه مراه الجاله وما عندي والو، ما عندي لا اللي يخدم عليا لا اللي يدخل عليا، حتى كاس الماء ما كاين اللي يدخلوا عليا. وبالدرب راهم سولتها شهاده الدرهم، وهذا الشيء اللي غنقول لك اخويا. رانا حشامه وراجلي ميت ليا وما نعرفك عندوي، والله ولدي ما نعرف ندوي، ما نعرفش ولدي ندوي. الساكنه ديال درب ميلا ديال حي عمر بن الخطاب، هاد السيده جات عندنا طمعتنا، قالت عطوني لاكارت، عطيناها لاكارت باش جمعت مع عندنا لي كارت داتهم باش ربحت على ظهر المواطن الفلوس، وفي الاخر حنا ما عطاتناش، قالت لنا غنجيب لكم الاعانه، ما جاتش لينا المعاونه، وخلات عباد الله دارت لهم الفتنه، لا حول ولا قوه الا بالله. هاد السيده خدامه في الجامعه ديال حان فرح السنين هذه، ملي تحيد السنيور ما شفنا المعاونه، كتجي كتعطي المالين دير وتقول لهم عقلوا عليا، نهار الانتخابات انا كنحتاج لكم. واليوم هاد المره ديال الطاعون هذه وجلاله الملك الله يخلف عليه هو اللي خرجها وحرمتنا منها، وحنا غير هجلات وما خدامين ما ردامين. كاينه بحال هذه ما عندهاش مسكينه الراجل ولا الولاد ولا اللي يخدم عليها، بحال هذه ولادها ما خدامينش، كل شيء بارك على الله تعالى. باش هي تجي ملي مشينا عندها وتبقى تقول لنا والله الا شديتيها وحده، قالت لي سيري عند ولد جارتك راه الدات ديالك، طلعت لها هاد الكرتونات، ولد كرتون خمسه هاد الكرتونات، الاخر دار اربعه هاد الكرتونات، قول له في الدرب ديالنا، وعطات العباد الله وعرقتها لهم وخلاتنا حنايا اللهم انا منقر. واش هذه الدوله هذه؟ ها؟ ماشي هذه، هذا ماشي قانون، هذا سيدنا ما قبلش بهذا الشيء. سيدنا راه خرجها للناس اللي ضعافها، وحتى اللي ما فحالوش ما خدامش خص ياخذ حقه، ما يخليوناش هكا اللهم انا منقر. واخذات لاكارطات ديالنا مشات تخلصات فيهم من ورانايا حنايا تساسنا، وعطات اللي بغات واللي ما بغاتش قالت لي مسانسوس يلا سيروا بحالاتكم. والله الا خديتوها هكا ياك هادشي اللي كان النعيمه، ايوا دخلت لدارهم وعطات لحبابها وعطات لمالين الديور، مالين الديور مخصوصين عندهم اللي كرا عندهم خدامين عندهم الخير، حنا كاريين بيوتات وطامعه فينا. لا جلالة الملك كنطلب منك يتحد هادشي، هادشي راه بزاف 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 بزاف، كنطلب الحق ديالنا لجلالة الملك محمد السادس. ثم ما جات تفكركم حتى شي واحد؟ حتى واحد ما قرب لينا، راجلي راه مات في الماسره، خلى ليا ثلاثه د الاولاد زايدين والرابعه في كرشي، وهزاهم بدور الناس اللي خلف على الناس، الناس باش كبرت ولادي ما طالبه لا المخزن ولا غير ولا ما عطوني حتى حاجه. واليوم حتى المعاونات تحرمنا منها من نهار اللي مشى السيور، كان السيور ولد الناس مزابي الله يعمر هذا. ولا كارطات ديالنا داتهم وما رداتهمش لينا، دات علينا هي والعبيد ديالها. حشومه وعار، عار وحشومه. احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه، وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم انتم مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.